هنالك 7 قاعات في مركز محافظة ميسان. القاعة تدري القاعة تكتسب خطورتها من الكثافة العددية لمرتادي تلك الأماكن، وما يتطلب من وجود مسالك وممرات وأيضا مخارج طوارئ وسلالم طوارئ لإخلاء تلك الأماكن في الحالات الطارئة. نعم، احنا نهيب بالمواطنين الكرام انه هذا الموضوع جدا خطر، لانه يتعامل ويا ارواح مواطنين. فلذلك حسب قانون الدفاع المدني رقم 44 لسنه 2013 الماده 10 خولت السيد محافظ ميسان باغلاق المشاريع المخالفه لقانون الدفاع المدني. هذا الاغلاق لمده 15 يوم، بعدها اما ان ينفذ ويزال الاغلاق، واما ان يحال الى جلسه الفصل في مديريه الدفاع المدني لتغريمه حسب القانون المذكور. Thank you.